مكانك راوح. نتيجة كان أهالي العسكريين المخطوفين منذ نحو سنة يتوقعون الخروج بها من أي لقاء يخص أبنائهم. العمل مستمر والكلام مريح، هكذا يقول الأهالي. أما وزير العدل أشرف ريفي فقد أكد للـ بي سي آي أن خلية الأزمة تعمل كفريق واحد لحل حالة الملف الذي قد تكون جمدته أحداث القلمون، كما أن بعض الكلام الصادر بحق قطر في الاعتصام أمام سفارتها سبب استياء لديها. ما في جهد فينا نعمله إلا ما رح نعمله تماما. في نقطة لازم بوضحها كذلك الأمر، وفد الأهالي وقت اللي راحوا على السفارة القطرية راحوا للشكر وللتمني على الأخوان القطريين، لنقدم شكر كبير لجهود اللي عم يعملوها، للتمني عليهم بتسريع التفاوض. لم ييأس الأهالي بعد، إلا أن أملهم في حلحلة الملف سريعا لا يزال بعيدا. في أمور إيجابية بعد لحد هلأ، المؤسف إنه ما عم تترجم على الأرض. لا جديد أبدا، يعني 10% اللي بقيوا من إنجاز عملية التفاوض مع جبهة النصرة هن أصعب كتير من 90 اللي قطعوا، لأنه فيهم تحديد المكان والزمان طبعا عملية التبادل. كم من الوقت ستبقى هذه الخيم في ساحة رياض الصلاح؟ لا أحد يعلم، وحده الوقت الذي يحرق أعصاب الأهالي هو الحكم.